أرجو. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن إذا ما قال الله ولا يمنع صحيح التاريخ ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق. ألم أم شانك بحث مانكر أويك اقتضاي تخصيص مذكور بذكر كاكا يعني أويك أو كلميك أو قيدك تيلا من يوناك كيما قياس مسكوت بمنطوق كبكين ديرا منطوقك من هيوان يا مسكوتك شمان هيا مفهوم مخالفة إلي بقرين هو أوي كمان كلا لا بروانيا لحكم منطوقك زدي حكم منطوقك كمان بيدا بلا ما قال وما نكرتي أني أو دلائل ما نبوح أو دليل ما نبوح منكر أو جر مانع يوانا بك يا مبيني مسكوتك قياس كنا سر منطوقك حانا ودو دواني سري هيت جرع واني سري كاتو هيت باشا والله باشا عمل يرد لو حال لو حوت حالته ده ده انا لو كده ناله لو كده ده مطلق ما في مخالفه ورد جرين يما قول يصال السروه بلا ما جهاته امانه بو باشا او قيد مان بو بلا من برخاتي او انا بو مانعي ما في مخالفه ده بوانيا بلا ما اي مانعي قياسي مسكوت بمنطوق به لا مانعي وانا بس انا يم ذاتي بكين قياس بكين يعني هذا قيد لا ما في مخالفة من رد كذا وانيا لو حوت حالة ذا أو جارك لو حوت حالة ذا ما في مخالفة كناكين آه بيني قياس بكين قياس يعني ويك بيني مشتك يعني حكم يوم أن تقدم ببيكش وانيا هل حاد تشتري فيه عمال كين بقى عمال زين بقى اشتري جوا بقيت آه عمال مدين بقى عمال بقيت قياسي آه حكم كان فلا يعمه المعروض جاءوا جار معروضك كان منزولي موصوفك بلا ان بويا بمعروض هنا ياتي شنك صفة الشرط وانش بقريتها على ام جار او موصوفة عموميتي نيبسر او دا يعني اما ناتوانين وكو او هنا ندلن او اوانيك قياسيا قبولني يا كسانيك كبشويدك هنيا كان حكمك ورقلن الان لو وقت دا اما قياس ناكين بلكو منطوقك عمومية منطوقك كمعروضك يا او موصوفك يا كل اوشتانيك تو قياسي شيك اي جين نايبي دي تو بسي اوكي مثلا دلت تو وقتك دلي فلا بيسلاه فلا تقل لهما اوفين او مفهوم مخالفه لي ورناغري كبلي فتاغاي فقط اوفيان في مالا اقوى لي عند وانا باشا شن دليل معنى هيك لو حول دليل معنى نايكن شن كاوا بيسلاه او اما ابيت اما غالبيته شن كاكثر اوف فقط لا ولا وقت اما بيزدان لدانك اگر وايا دينين كمسكوت لبدا قياس يكين سر اوفكا وانيا كبلين قياس ما ناوي بو قياس كين هر اوفكا كمعروضك باشا هر اوفكا خدي كلي لدان وهمشتك قريتوا نا وانيا اما بو كفايات ناكين سن قاعد ديك دلن هر او ديگيني ايدي قياس ما لازم نيا قزايري كمسان زر قياس ينقبلني او دلن وقيل يا عمو بعضك دلن بر عموميتي هي بس هذي يعني ما فهمك يجي قيل لك يجي عموميتي هو كيجي فلا يعم المعروض أو لازم بقياسك بما صح وادلين وانيا إما دلين لازم بقياسك أبوي كحكم لنا أنا كبزانين لنا بثنيا بوفكدا نيزانين وهو صفة وأويش أو مفهوم مخالفة بمعنى محل حكمك الصفة أو مفهوم مخالفة بمعنى أوي كمثلا بلين محل حكمك يعني صفتك يعني لنا أو صفتها لو اشتدى موجود نابت كالغنم السائمة وسائمة الغنم الآن أود مثال تعليق الآن صفتك وكو السائمة يا صفتك وكو غنم بون شنك إيمت مشاكل زين كم ين صفتها لو يعني مفهوم مخالفك ورقرين الآن لغنم السائمة دا مفهوم مخالفك دا بتتي غنمي غير سائمة ولل سائمة الغنم ده مفهوم مخالفة بسي سائمي غير غنم ويا فأودو دانا حركي حكمك يعني لولا جيريا حديث كانيش بهردو شي وكهاتون أجل غنم السائمة هاتو سائمة الغنم هاتو ألان ليردا إما آية أتوانين أو غير سائمة لسر سائمة
كمثلا مسكوت عيدي غير سائم وانيا لسر سائم قياس كين بلدت وانيم سنك الآن يمل لي ردا مفهوم مخالفة ورناقرين سنك بدليل يويك سائمة الغنم شهاتوا هو دليلك معنا فذا قروايا لي ردا قيري غالبة هنوا يمل الذي قايد كا بس على هل هدو كان بارحل يقدر أنا مفهوم مخالفة ما هي كتيا كمعلوف أبونا معلوف أبوني اللي ورد قرين ك بس لا صفتك أبو هدو كان إن له هدو كان هيا يعني مثلا إذا نصائم مثلا نزل ناقي زي السائمة ليش بقيات ما يوين بتوافق من برفق ما قالوا لسنا أو من توكل مرجع جارية لأن منزل يوسف. نعم لأن المثال دوانيا. كمثال كذا وهو صفة كالغنم الصائمة وصائمة الغنم يرد الآن. مثلا لصائمة الغنم وغنم غنم الصائل هل دك أنا إذا مسفد يقدر يعني أو كتب مثلا غنم مسفد بننا هل دك أنا صائمة وان يكان من بو تقديم تأخيرين يا فزقر ويا ليه ردا يا منالين يبا أول نظر قرين ك بزين أويد واو يعني شيء مفهوم مخالف إلي ورقرين يعني ناين فقط لمثال يا والله بلين غير سائمي منزورة لمثال دوم دا غير غنمي منزورة بل كل هر دك أنا صفتة فزقر ويا على الآن ليه ردا مفهوم مخالف إلا صائمة كورجيرة نلا غنم كذا ناين بلين فزقر ويا صائمي غير غنم زكاتين يا بل كل يا مدلين غنمي سائمة زكاتية فاز غنمي غير سائمة زكاتية تانية فقط مفهوم مخالفة ورقين لهر دوكان يعني هم لغنمي سائمة هم لسائمة الغنم شون لهر دوكان أصفت كامية سائمة نغنم فتكلم لنا ذلك. ذات بيت كاروبيونيا ويك وانا أصوا بوصفة دائما جاري على أصلي وضعي سفتي لوما. آه وطانيا دقيقة. جاء علم دو مثالا فتقال لهردو كانا مخ مخالفة كتيا معلوفة. ولي للصائمة ذاتيا. وكالصائمة في الأصح. لقولي أصعد الصائمة بتاقي تنياش صفتا. أتواني مخ مخالفة لي ورقلي. فاز أقر وكالي في الصائمة زكاتون. أتو أتواني مخالفة لي ورقلك أجر وائل معلوفة ده بكل زكاة نية أجر شيء غير غنمي فيها شو اشتري بيت من جاب وانيا أول قولي الصحة ها فلام لقولي غير الصحة لقولي صحيح هذا ليه ليردا إما أو بس صفة بتنيا حسب ناكن شون كليردا معروضة كمان نية وانيا غنمة كمان نية شتك ما نية بضاعي شيء سائمة فزكاة قبولي ناكن على ليردا بقولك تويت يا والمنفي في الأولين من في كان كبلين زكاتي اللي نكوي لو دوداني أول ذاتيا معلوفة الغنم ويا على المختار لقول مختار كما مفهوم مخالفة من قبولها وفي الثالثي للثالث ذا معلوفة النعم معلوفين نعمة يعني هرجع حيوانك شون صائمي بمطلقي هنا لقولي الصحة ومنها يكيدك لو صفتانا كمثلا يما بعنوانهن وديقرينها أريدي شنك غنمة غنمي معلوفة بون يعني معلوفة ما في مخالفة ولا بدوانيا هو غنمة البتا مشاكل شنك غنمة كهاتوا فصغر وايا إما صائمي غنم يا غنمي صائمة وهردو كان وقتك مفهوم مخالفة ورقين نبيتا معلوفة غنم ويا وهردو كان شنك غنمك لقالي هاتوا معروضك لقالي هاتوا بلام لوي سوى مياندا يعني صائمة لقالي ناتوا هيا مفهوم مخالفة لي ورقين يانا لقول يا صحابة لك تيتي همو نعم همو يا يعني شنك
لقول يا صحا لما كان غنم ذات بحثي ولكن ضينا صفتان تشينكا وإما مفهوم مخالف لي ورقين ومنها العلة أنا هل لو مفهوم لو صفتان كمفهوم مخالف لي ورقين علة مثلا دلين أعطي السائل لحاجتي تو أبو سؤال كذا بولي في بدت شنكا محتاجة فاز اگر وای لو علتی که نهایتی وشون که محتاجه ما مفهوم مخالف ورگرین فاز اگر وای اگر محتاجی تواب و محتاج نماتیا کیم دا و الظرف و یکی دیگه این ظرفه مثلا دلای سافر غدن یعنی بیانی مسافرت که غدن الان لیره ظرف زمانه اما دینی هی لیکن مفهوم مخالف ورگرین یعنی لغیر بیانی سفر مکان یعنی سفر آو تانه و الحال یکی دیگه این حاله صفتی که که با عنوانی مفهوم مخالف ورگرین ما که دلای احسن الى العبد مطيعا يعني تاكل قال عبدك اجر لحالك حالي وابك تيبي مطيع بها يعني ما في مخالفك وياك اجر حالي وابك مطيع نبي اتس تاكل قال مكان والشرط يكي دي كان شرطه وكو هيك قال اي قران وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن اجر جنا كان هاتو صاحب حمل بن حامل بن يوا نفقا ابدا فتا حملك عند انا قلت طلاق عند فذكر وام او لذا الشرط دي وان فذكر اجر حامل بن نفقا واجب نية وكو قولك لسر أويا وكذا الغاية ها؟ أو قول مخالفية الصحيح با أصال لسر أويا كنية فيخ شافعي نية وكذا الغاية هل وها غاية لقولي الصحاب ويقال الله وكذا أمانك توي في الصحاك بويا قريتها غاية شروها مثلا حتى بو غاية ديوانية إلا وحتى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني أجهات وجنك طلاق دراسة طلاق دراسة دواي أجر نكاحي كذ للاي بي اي كا أو جار لو غاية دا أو جار حلال أبو ميردك إيكا أجر طلاق دراسة بلا ما قو غاية في جنهاتي ما في مخالفة كي ويكا قو غاية في جنهات وشو يدي كينا كردوا حلال نابتوا وتقديم المعلوم معمول غالبا معمول شهرها غالبا قو فيش كوية ما في مخالفة دقينا وقت يتودلي إياك نعبدو يعني ويكا مفهوم مخالفك هو كغيري تو عبادتنا كين ويا ويا طلع غالبا شن زور داروانيا وكو عرنان فتوي ويقول اللي بدأ ياك نعبد دقيق نايجي يعني بس في كذا جان ها عبد الحميد عرنان والعدد وشي غالبا كم سنة بين فتوي نايجي ولا وشي مخيدي غالبا يا مو ولا توين بيجن أختم كمثلا دلها الله قرينه يقلي رداها قرينه يقلي رداها يا كأو حسراجيني جوية كمؤمن وقصيا كمؤمن الجوه هم عادي كذا الكتوك خير الله العبادتنا كوانيا لناجا كصيغة مشرك بلا إياه كنا عبده أو ناجا هنا كبتعرف تانية أبي عبادتك وانيا وخذوا دقيقة هيا مثالي ومنزورة شاك مثالي ومنزورة هذا هو ليرة وذي يعني وانيا كمثلا معمولة في اشكبات حميشة ولا موصفة لهنا كشيخ ولا انه بحثي احكام يخسر وشتا لهنا كشيخ موشونا معفل كلوية يجي اقر معمولة في اشكبات حقي وابي تأخير في اشكبات حسر قيني بلام غالبا حميشة قيني هيا ومثال الشي زورة والعدد يكشتي كيشان عددا وفرمي فدلدوهم ثمانين جلدة يعني هشتاين لذن هشتاين لمدا مخالفة كيوة وانيا ويفيد الحصر إنما بالكسر هل وها فائده حصر قينا إنما بكسر في الأصح إلى قولي أصحى يعني إنما إلهكم إلهكم واحد إنما إلهكم الله إنما إيجا أنما أفنان ديلك نال أخوار ديلك قال أنما نايجا مثلا قال واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله نشاني ونيك فقط دنيا لعب له هو يحسرنا كين وضمير الفصل وهل وهذا ضمير فصلش أو ذا كين مثلا فالله هو الولي يعني غير أولينيا ويا ولا وإلا الاستثنائية لا وإلا الاستثنائية البسرية كوا مثلا قالوا لا عالم إلا زيد يعني وذا كين كمخالفي أو يعني عالمنيا وهو أعلاها أمين أعلى كيتي يعني عليه أو هنا مخالفة جاي عندنا يا حسر يا حسر
لو إلا خلاصة على كيتي. شو كمان شو شيء خص يعني إنما بقصة ضمير فصل لو إلا كعلى هنا إلا. ما زلنا شو تبو حس؟ وحسر لسه. نبو حسر لسه. ها؟ آه. على هابو مفهوم مخالف أنواع مفهوم. أنواع مفهوم مفهوم مخالفة ها؟ ما إلا يشهر حكمي وسل لا وإلا يا فقد لا وإلا. آه. شو كان الأخوان ما يشينا؟ على. آه وتن. ما رأي؟ ما إلا ولا إلا فرناك. وهو علىها فما قيل منطوق كالغاية وإنما فشرت فشرت. على دواي أو يعني دواي بإصلاح لو إلا أمزر كاميان أعلى لنظر جاندني لما في مخالفة كان كلام بحث مانكر كاميان أعلى لصفة تانيك بحث مانكر أويك كتمان منطوقة وكو غاية إنما على نوانا منطوقة ندواني ها فخذي منطوقة كأو ما في مخالفة يعني أم دار دواي أوانا دواي أستيدان الشرط أما شواري من مرتبه هي فصفة أخرى مناسبة غير مناسبة يا دواي شرط صفتك ديكا بو حكم مثلا صفتك ديكا بو حكمك دينيته وغيري وصفتك أصل هياتي كصفتك ديكي بو هيناوا يما يلين فسقر ويا لبدا مفهوم مخالفي لورقين بو مخالفة كان أو حكمانيا يا صفة لبدا مناسب بيا غير مناسب بي على مناسب أو أواني بك ذكر مانكر بس مناسب حكمك بين ألواني كذكر مانكر يا مناسب نبي فرغناك بارحال أقل صفتك ديكا بحث كرا لشوار من مرتبة دايا لنظر حسر جاندن لنظر ويكا مخالفك مفهوم مخالفي لورجلين فالعدد لبين مرتبه بينجم ده عددا يعني عدد لهم يقويترا فتقديم المعلوم دوايا تقديم معلوم امدار والمفاهيم حجه لغه في الاصح لقول اصحا او مفهومان هم مفهوم مخالفه هم مفهوم موافقه لغه حجه يعني ما باللغه بودقين كحجه اين شرعا او انا نمعنا بل هر بلغه بودقين كحجه إذي حتى نتينا مرحلة الشرعية شو لغتنا تعين ثابتي كن كفجتها وليس منها اللقب لقب جزبي مفهوم مخالفني يعني وقت كذا على زيد حجون لسر زيد حج هيا أنا اللي ردا زيد يعني اللقب يقدر أوفي كحج فرزبونه وأني بار حلا لقبك أبو كبرك بعلم به هو معنى عامي لقب الله أول إيش عنيه ونيا كفز أجروا لسر زيد حج نيا لقول يا صحة إني نيا مفهوم مخالفني أجنني ويا كبر دراب وحكمه على زيدين حجن مثلا بلا على الجميل حجن مثلا على هل اشتيك بلا يصفة بنوانيا على الراكب حجن على الماشي حجن او لقبيك في يدا او ناقينك في اصلاع غير او لقبا شامل حكمك نابه يعني ما في مخالفه لي والناجي لقبيك في يبدا باشا وهو شخصا مثلا على الطويل حجن وانيا كبرك دريجا لقبك بيري علي حجي لسر ونشاني وانيا كغيري طويل لسرينيا اول بدا حتما اللي بخاطري اشتري ديك كترا مثلا اللي بخاطري تصل لسر اولا بس انا مستعجل لقبك